صار وقت الدواء. ايه آبا، خليكي قاعدة معي كمان. تعي، في عندي شغل بالمكتب لازم روح هلا. انتي بس ارتاحي، كارام بأي لحظة بيجي لعندك. ست سارة، الأستاذ على الخط. أنا رح روح ستي. ألو أمي، ليش ما حدا بيقلي إنه أنت تعبانة؟ أنا ما فيني شي يا ابني، فليش لحتى أشغلك بالك علي؟ نبهت على كاران كتير إنه ما يخبرك. أمي أنا راجع اليوم. لا لا ابني لا، أنت خليك عم تكمل شغلك وصدقني أنا مرتاحة. أصلاً في كتير ناس موجودين هون وعم يديروا بالهم علي، بس آبا الوحيدة هون اللي ما بترضى تسمع كلمتي، لأنه هي طبعاً بتسمع كلمتك أنت بس. كل المطلوب إنك تحكي معها كلمة وتقلها توقف الشغل وتقعد معي شوي. والله برتاح كتير لما هي بتكون قاعدة معي. أمي الكل عندك بالبيت. مظبوط الكل عندي، بس صدقني ما في حدا مثلها لآبا أبداً إلا خليها تضل. اسمعيني شوي، أول شي علقتي لابني كرام فيكي، وبعدين عملتي تمثيلية الزواج، وهلأ قاعدة عم تمثلي دور المنيحة مع أمي، وبتعرفي أنها رح تتعلق فيكي. شو أنت ناوية تبعدي عني؟ لا تفكري بهذا الشي أبداً آبا. الحدود اللي رسمتلك إياها من قبل وقلتلك عليها رح تضل موجودة دائماً، بس لحتى خلي أمي مبسوطة أنا رح أتجاهل الحدود اللي رسمتلك إياها، بس شغلة كم يوم مو أكتر. تذكر منيح، بس لهي الفترة القصيرة، يعني بس لتتحسن أمي بعدين بترجعي لمحلك. إيه أستاذ. ما رح تتركيني هلأ مو هيك؟ لا ستي، خليكي مرتاحة.